السلام عليكم، معكم هشام حميم مدير متجركم الجديد كيتياجيون قنيطرة. مرحبا بكم معنا. كيتيا من بعد 30 سنة خبرة في مجال الأثاث تتهديل ساكنة القنيطرة متجر من الجيل الرابع، متجر التي يمتد على مساحة 5000 متر مربع مقسمة إلى 4 فضاءات رئيسية: فضاء صالونات وغرف معيشة، فضاء غرف نوم، بالإضافة إلى لابارتي بيغوتيك وموبل إكستيريور. وفي الأخير ينتهي مسار زبنائنا الكرام بمنطقة الأكسسوارات. كيتيا من خلال مركزها الجديد قدرت تخلق أكثر من 90 فرصة شغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ما نطولش عليكم دابا، نخليكم تكتشفوا متجركم الجديد كيتيا القنيطرة. السلام عليكم، معكم صابر قنقداري، شيف سيكسيون سيجور شي كيتيا قنيطرة. مرحبا بكم عندنا باش تكتشفوا احسن العروض باحسن ثمن. السلام عليكم، معكم ايمن حسناوي، شيف سيكسيون شومبغ اكوشي كيتيا قنيطرة. اجيو تكتشفوا معايا الفضاء ديال لا شومب. السلام عليكم، معكم محمد اراري، شيف سيكسيون بيغوتيك ميبل اكستيريور. مرحبا بكم معنا تكتشفوا العروض اللي مقدمين لكم. السلام عليكم، معكم عزيزه القرقاري، شيف سيكسيون اكسسوار. مرحبا بكم معنا في كيتيا قنيطرة. تفضلوا معايا جميعا نشوفوا المنتوجات والعروض اللي عندنا. معكم بسمة، ريسبونسابل سيرفيس ابخي فون ديال كيتيا قنيطرة. الدور ديالنا هو تقديم احسن خدمة ما بعد البيع باش نرضيو الزبناء ديالنا، ومرحبا بكم عندنا. السلام عليكم، معكم محسن عزيزي، تكنيسيان شارجي دو كاليتي. الدور ديالنا هنا كفريق هو الحفاظ على جودة المنتجات اللي عندنا في المتجر. السلام عليكم، معكم نزار الحيدي، اسيستون كوميرسيال شي كيتيا قنيطرة. حنا ليكيب ديال شومبر اكوشي كنتسناكم تزورونا باش تكتشفوا احسن العروض عندنا. مرحبا بكم في كيتيا قنيطرة.